عليكم، ازيكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. النهارده يوم الخميس، ودايما كده حلقات اخر الاسبوع كده بتكون مختلفه. النهارده ان شاء الله حلقتنا خفيفه جدا جدا، خلاص بقى اخر الاسبوع بقى، وكمان اول اسبوع دراسه بقى، فانا عارفه كده ان كل ام خلاص بقى جابت اخرها، فعايزه كده حاجات تكون سريعه وسهله ولذيذه وما تاخدش معانا وقت. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض اكلات كده في صينيه واحده وفي حله واحده. هنعمل مع بعض مكرونه بالسجق كلها في حله واحده عشان نبهدل حاجات كتير، وكمان هنعمل مسقعه سميتها مسقعه بالبينك صوص. بينك صوص اللي هو لا محصل صوص احمر ولا محصل صوص ابيض، من الاثنين كده على بعض. وهنحلي بحاجه ظريفه قوي قوي للاطفال، بما ان احنا النهارده يوم الخميس وخلاص اخر الاسبوع، هنعمل وصفه ظريفه قوي تنفع كمان لبواقي الكيك. عندك كيك طازه تنفع، كيك بايت عندك برضو هيبقى حلو قوي. وصفه سهله وسريعه هنشكلها كده على ستيكس وخلاص على كده. خلوني بقى قبل ما نبدا كده اقول لكم على الرقم بتاعنا 3835227، ويلا بينا ننزل بالمقادير. اول اكله معانا هتكون ايه بقى؟ مكرونه بالسجق. يلا بينا ننزل بالمقادير. عندي نص كيلو من السجق البلدي، مكرونه مسلوقه، بصله كبيره مفرومه، معلقه كبيره من الثوم، وفلفل رومي، فلفل حار ده حسب الرغبة، عصير طماطم، صلصة، سمنة، سكر، ملح، وفلفل اسود وبس. شفتوا السهولة؟ بسيطة جدا، مش هتاخد معانا اي وقت على فكرة، كلها كده في حلة واحدة او في طاسة واحدة، الموضوع مش هياخد وقت معانا. اول حاجة حط شوية زيت، مش هنكتر زيت قوي، بصوا عشان اصلا السجق دايما بيكون فيه دهون مش قليلة. خلاص السجق انا حابه ان انا ما اقطعوش بصراحه، حابه ان انا اخليه بالطول ده. ليه؟ علشان هو هيكش معايا شويه. خلاص، بس انا عايزه اعمل حاجه فيه. شايفاه كده ايه مربوط في بعضه مش مفصول؟ بصوا الطاسه سخنه مولعه. ايه؟ نعم، احنا مش سامعه والله يا جماعه حاجه. بقى هاخد كده السجق ده اهو، حابين طبعا تقطعوه مفيش مشكلة عادي بالشكل ده، ممكن نستخدم المقص عادي، بس لو هنستخدم بقى المقص في اللحوم يا جماعة يكون مخصص للحوم بس، مخليهوش كده لأي حاجة. وبما ان المقص اللي موجود عندي هنا انا بستخدمه لحاجات تانية، ما ينفعش ان انا استخدمه للحوم. اهو يا شيماء، انت عامله ايه؟ ازيك؟ ازيك انت عامله ايه؟ انا كويسه يا شيماء الحمد لله. وحشتيني من اول امبارح يا شيخه، وانت كمان وحشتينا من اول امبارح كمان. عامله ايه يا حبيبي؟ انا كويسه الحمد لله، انت كويسه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. ياسين عامل ايه؟ كويس الحمد لله. ربنا يخليك يا رب. عامله ايه في اللانش بوكس والحاجات دي؟ مش قادره اقول لك بقى والله. تعب يا شيخ والله. يلا الحمد لله. انت عندك اطفال يا شيماء؟ ندى في سنه اولى ومحمد في كي جي 2. ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم. يا رب يخليكي. بودي وبجيب، بودي واجيب لانش بوكس. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه بقى يا شيماء بقى؟ يلا بقى الحمد لله، ربنا يحفظه. امين يا رب. امين يا رب. اللهم امين يا حبيبي. قولي لي، عايزه تسالي في حاجه؟ تقولي حاجه. انا بسلم على القمر ده، ما ينفعش ما سلمتش على العسل ده. يا سلام، يا كسفتيني يا شيماء والله. العسل ده انا كل يوم اكتفيك بقى كده يا حبيبتي، ربنا يخليكي. والله بحبك قوي والله، وبحب اتغزل فيكي كده، وبحب اشوف شكلك وبرتاح نفسيا كده والله العظيم لما بسمعك، وبحب ضحكتك. شكرا يا شيماء والله، كلك ذوق والله. والله العظيم يا حبيبتي انا بموت فيكي يا حبيبتي، مش قادره اوصفلك حبي ليكي. كلك ذوق والله، كلك ذوق يا شيماء والله، نورتيني وشرفتيني بكلامك الحلو ده، كلك ذوق. طيب بصوا بقى، شايفين السجق اهو؟ هستنى كده بس لغايه ما ياخد لي تشويحه كده شويه اهو كده. كده على فكره انا هرجعه على النار تاني، بس انا سايباه بس ياخد لي لون كده شويه الاول. بصوا يا جماعه بقى، بما ان الدهون، لان من ارخم الحاجات اللي بتبهدل معانا الدنيا الدهون اللي بتطلع من السجق، فعلى طول وهو سخن كده معلش امسحي علشان ما يثبتش فيه. ده اللي دايما بقول لكم عليه كده، ايدينا على طول كده في المطبخ واحنا شغالين عشان الدنيا ايه تبقى نظيفه معانا. تقريبا انا قفلت البوتاجاز بقى،
طيب نرجع كده نكمل تقليب اهو. ياخد لي بس تشويحه بسيطه قوي وبعد كده هشيله من على النار، مش لازم ان هو يستوي سوا كامل يعني. طيب عايزه بقى ايه، اوبا نجيب طبق كده مش عايزه اكتر من كده. كده السجق بدا ان هو يلون معايا شويه، هاخده وبعدين بقى هنزل بيه في طبق كده بره واسيبه على جنب دلوقتي، وهرجع الطاسه تاني. مش هزود دهون دلوقتي، هشوف انا هحتاج ولا لا. هعمل ايه بقى، هنزل ببصله مفرومه وايه بقى الثوم، ونقلب السجق. من الحاجات مش بنحط له على فكره توابل كتير خالص، لان هو اصلا بيكون فيه الملح بتاعه والفلفل وكل البهارات. اقلب كده وبعدين اعمل ايه، اخد الفلفل الاخضر وننزل بيه. يا ريهام واقلب. يا ريهام الو، ازيك يا ريهام؟ عامله ايه؟ انا كويسه احسن الحمد لله. الله يخليك. مش قادره اقول لك بقى. مش قادره اقول لك. عايزه تنزلي مقادير الفينو عشان عايزه اعمله الفينو. مقادير الايه يا ريهام؟ الفينو. مش سامعه. الفينو. الفينو حاضر. عشان والله معايا تيس كيجي تو مغلبين. معاكي ايه يا ريهام؟ معايا بنت اسمها تيا. اه مالها بقى؟ مغلبان والله، يعني كل يوم عايزه اكله جديده، عايزه حاجه جديده في اللانشو. قعديها بقى في البيت بقى يا ريهام. ربنا يبارك لك فيها. ريهام احنا يعني في حلقات الباك تو سكول عملنا افكار كتير قوي على فكره. هي مش عايزه افكار، هي عايزه إيه؟ دماغها. عايزه ايه؟ عايزه اللي في دماغها. عايزه اللي في دماغها، وايه اللي في دماغها يعني؟ يعني مثلا مره انا عايزه لانشو فيه فينو ولانشون بس. في فينو وايه؟ ولانشون بس. مرة عايزة بيجي لها أفكار كده محدش يعرفها أصلا. محدش يعرف. طب ما على فكرة دي حاجات حلوة، طب ما تعملي لها اللي هي عايزاه، طالما هي مش هتاكل إلا كده، إيه المشكلة؟ خضار في دماغها خالص، مستحيل تاكل أي حاجة فيها خضار. كل الأطفال كده على فكرة، ريهام دخلي لها الخضار في أكلات هي بتحبها. يعني هقول لك على حاجة، ريهام قفلت صح؟ الفينو اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده، احنا عملنا قبل كده مع بعض. بصوا يا جماعة عشان بس وأنا بتكلم الدهون نشفت معايا شوية، فهنزل بشويه زيت. احنا مره عملنا قبل كده مع بعض فينو محشي جبنه. ممكن قوي يا ريهام ان انت تعملي حشوه جوه الفينو فيها خضار مثلا، بس الخضار دايما لازم ننكهه بحاجه. ما هو طبيعي الاطفال اكيد مش هتحب، مش كل الاطفال بيحبوا الخضار على فكره، لان هو طعمه احيانا بيكون ملوش طعم، مثلا زي الفلفل الالوان ملوش طعم شويه، مش كله بيحب الفلفل الالوان. فانت تنكهيه بحاجه بقى، لو مثلا حطيتي فيه شويه مثلا ملح وفلفل اسود وسنه ثوم بودره وبصل بودره وشويه زعتر، هيغطي شويه على طعم الخضار ده، وتحطيه مع حشوه الجبنه هيبقى الموضوع ظريف قوي، مش هيبان وهتاكل. وشوفي هي بتحب ايه واعمليه لها، يعني طالما هي بتطلب حاجات معينه اعمليه لها. طيب بصوا بقى، انا قلبت كده، هنزل بالفلفل الحار وده اختياري، هنزل بالصلصه، وطالما في صلصه اكيد لازم ان انا احط شويه سكر، وهقلب. وبعد كده انا هعمل ايه بقى يا ام مي؟ فلفل اسود وسنه ملح يا ام مي. الو ازيك يا ام مي؟ الو ايوه يا ام مي. وعليكم السلام، ازيك يا حبيبتي؟ شوكولاته. الحمد لله، انت عامله ايه؟ ازي حضرتك عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. بتسلمي ايدك والله، وحشتيني قوي والله. ربنا يخليكي يا ام مي والله العظيم، انت عسل كده واموره وكل حاجه فيكي حلوه. الله يخليكي، انت اللي ذوق بس والله. والله وحبيناكي قوي يا ست الاء. والله كتر خيرك يا ام مي، حبيتك قوي واولادي والله هنا البناتي بيحبوكي جدا. حبيبه قلبي كلك ذوق والله. شكرا شكرا يا ام مي. قولي لي عايزه تسالي في حاجه؟ لا ممكن اعمل اهداء بس لحفيدي. حفيدك ما شاء الله، طب اهدي حفيدك بقى وكلنا ننسى. اه هعمل اهداء لحفيدي اول سنه ليه، بقول له كل سنه وهو طيب. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك لك. ما شاء الله ربنا يبارك لك فيه. عنده كام سنه يا ام مي؟ بقول له كل سنه وانت طيب يا تميم، وعقبال مليون سنه. امين يا رب. وعنده سنه. ما شاء الله ده صغنن. ربنا يبارك لكم فيه، ربنا يبارك لكم فيه يا ام مي. ماشي بصوا بقى، شايفين شكل الخلطه دي يا جماعه؟ شكلها حلو قوي قوي. هعمل ايه بقى؟ هنزل بعص، استنى
استنى بس عشان ايه نسلك الحاجات كده. هنزل بعصير الطماطم لما هي دخلت وسلقت. خلاص نزلت بعصير الطماطم. لا ما هو ثانية واحدة، لا ثانية، ما هو ده ما ينفعش تحط في عصير الطماطم يا جماعة برضو. فالطماطم عصلجت كده في وقفت. فأنا طب استنوا عشان خسارة شوية دول. لا شوية مية، ما نسيبش أي حاجة، شوية مية كده. دي بقى حركات اي ست بقى في البيت بقى، الستات الجدعه. بس برضو هرجهم ازاي؟ بتضحك على ايه؟ لا ما عشان حرام بس اهو. بس ودي ما تتحطش يا جماعه، فيها حاجات تقيله الازازه دي. هي شيك حلوه انا بحبها، بس تحط فيها سوائل. هعمل ايه بقى؟ هسيب التسبيكه دي كده تتسبك معايا وتتقل شويه. خلاص نروح لفاصل، نروح لفاصل. يلا هسيب بقى الحركات دي كده تتقل معايا شوية وتتسبك ونروح لفاصل صغير. استنوني. رجعت لكم بعد الفاصل عشان بقى لسه فاتح دلوقتي. حلقتنا النهارده خفيفه، بنعمل مكرونه بالسجق كلها كده في طاسه واحده او في حله واحده، وكمان هنعمل مسقعه بقى في البينك صوص. طبعا مش ماشي بينك صوص مع مسقعه، بس هتطلع في الاخر طعمها حلو قوي. البينك صوص اللي هو ايه ده؟ بيتعمل دايما للمكرونات. البينك صوص عباره عن ايه؟ عباره عن صوص ابيض وصوص احمر، بنعملهم كده مع بعض، بنخلطهم مع بعض فبيطلع معانا بينك صوص. هنعملها مع المسقعه بخطوات بسيطه قوي وسهله ولذيذه، وكمان هعملها لكم. مش هنستخدم كريمه ولا حاجات اللي هي مكلفه يعني، انا هعملها لكم بسيطه خالص. تعالوا بينا ننزل بالمقادير بتاعتنا. يلا بينا. مسقعه بالبينك صوص، عندي 2 كيلو او كيلو اي كميه من الباذنجان المقلي، وممكن على فكره يكون مشوي عادي. الصوص الاحمر، بصله مفرومه، معلقه كبيره من الثوم المفروم، كوبايتين من عصير الطماطم، معلقه كبيره من الصلصه. طيب الصوص الابيض، 3 معالق كبار من الزبده، معلقتين كبار من الزيت، 5 معالق كبار من الدقيق، ولتر لبن، قرفه وملح وفلفل اسود وبس. صوروا يا جماعه المقادير عشان انتوا بتبعتوا لي ان المقادير بتتشال على طول، فصوروا كده المقادير عشان تبقى معاكم. طيب فاكرين التسبيكه اللي هي اللي احنا عملناها؟ عملناها للمكرونه بالسجق. بصوا بقى، عايزه اقول لكم على نصيحه كده، علشان اي صوص احمر بيتسبك معانا مش قادره اقول لكم على البهدله بقى والطرطشه بقى اللي بيعملها بصراحه. طبعا المفروض ان هو يتغطى، انا بس لا لسه هو محتاج ان هو يتقل شويه بس. يعني بقى يا سلام لو في غطا كده عشان ما نبهدلش الدنيا. طيب وصفة المسقعة اللي احنا هنعملها، احنا انا شغلت بس كده حلتين مع بعض. ليه؟ علشان انا هعمل الصوصين مع بعض. هعمل اول حاجة الصوص الاحمر، هحتاج ان هو يتقل معايا شوية، شوية زيت هنا وشوية زيت هنا. عايزين زيت يا جماعة. طيب كده بالشكل ده الصوص الاحمر قريب قوي من الصوص الاحمر اللي احنا عاملينه للمكرونه. هو الصوص الاحمر اصلا ما فيهوش اي اختلافات خالص ولا في اي افتكاسات. هو بيكون بصل مع حته زبده او حته سمنه اللي موجوده عندك، وايه تاني؟ توم. يا سلام روقان برضو. شكرا يا نور. نعم مدام صباح، ازيك يا مدام صباح؟ ازي حالك؟ كيف الاف؟ انا الحمد لله، حضرتك عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ انا كويسه الحمد لله. انا مش مصدقه نفسي ان انا بكلم ده. انت منوراني والله. شكرا يا كيف الاف. الله يخليك، انت منوراني. قولي لي، انا اول مره يعني اتكلم حد في التليفون يعني، ومش في مش اخر مره، ومش اخر مره ان شاء الله. الله يخليكي. قولي لي عامله ايه؟ انت منوره الدنيا والله. الله يخليكي والله، كلك ذوق والله.
شكرا شكرا لك على الله يخليكي مدام صباح. اتفضلي. انا ليا سنين برن ومحد يعني مش واصله لكم خالص. حضرتك وصلت لنا اهو، نورتينا والله. الله يخليك. انتي نورتينا جدا. الله يخليك يا شيخه فعلا، نور الدنيا. الله يخليك. الله يخليك، ربنا يبارك فيك. حضرتك عندك سؤال عايزه تسالي في حاجه، تقولي حاجه. انا طالبه، كنت عايزه اكلم الشنونه ومش عارفه اوصل لها برضه. طيب خليكي مع الكنترول، طيب وهم هيوصلوكي ان شاء الله بيها. طيب شكرا يا مدام صباح. بصوا يا جماعه، انا في الحاله دي عشان بس تبقوا فاهمين معايا الخطوات، انا هعمل الصوص الاحمر ليه؟ انا هحتاج ان هو يتسبك كده معايا شويه قبل ما احطه على الصوص الابيض. الصوص الابيض اللي هو ايه؟ اللي هو البشاميل، زبده او سمنه ومعاهم الدقيق بتاعي. ودايما البشاميل انا بستغرب جدا، احنا عملناه مع بعض كتير وبرده بيجي لنا عليه شكاوي كتير قوي. نعم حاضر. البشاميل يا جماعه من الحاجات اللي ما فيهاش حاجه، مش عارفه ليه برضو بتقابلكم مشكله فيها. قلت لكم على تكايه الدهون تكتر فيه شويه، بلاش قصه ان كل معلقه دقيق قدامها معلقه سمنه او معلقه زبده او معلقه زيت، لا زودوا شويه. يعني زي مثلا لو هتحطوا 4 معالق كبار من الدقيق ممكن تحطوا 5 دهون او 6 كمان، مش هيحصل اي حاجه وهيطلع معاكم حلو قوي. اللبن ما يكترش، السوائل ما تكترش. بصوا انا هنا بنزل بالزيت، سوري بالزبده، هسيبها كده تدوب معايا. اهو بالشكل ده. واخدين بالكم انتوا من بصوا الصوص بدا ان هو يتقل شويه، اهو بدا ان هو يتقل. تعرفوا منين ان اي صوص احمر بدا ان هو يتقل؟ بتلاقوا كده ان فيه فاصله شويه، اهو الجزء اللي فوق بدا ان هو ايه، شايفين، يفصل شويه عن بعضه. انا هدي النار بس بقى ايه عليه شويه ونسيبه. الزبده اهي بدات ان هي تدوب معايا. هعمل ايه؟ هجيب معلقه وننزل بالدقيق. 1 2 3 4 5 وهقلب الدقيق مع الزبده لغايه ما تبداي تشمي ريحه الدقيق شويه. اهو بالشكل ده. طيب تعالوا نشوف البصله كده اللي هي تبقى في الصوص الاحمر. بصل بدا ان هو يدبل معايا شويه. هنزل بالثوم، ثوم مفروم، وهقلب. الثوم ما نسيبوش كتير على النار، عشان كده انا ما حطيتوش في الاول مع البصل. يا غرام يا غرام. ايوه معاكي. ازيك؟ الحمد لله. ايه الاسم الحلو ده؟ الله يخليكي، ده انت الاسم الجميل والله. الله يخليكي والله، كلك ذوق والله. قولي لي يا غرام. انا كويسه الحمد لله. لو سمحتي انا عايزه تديني مقدار للكريم شانتيه علشان يطلع معايا في قوامه حلو. انتي بتعمليه ازاي يا غرام؟ قولي لي كده. يعني مثلا بحط كوبايه كريم شانتيه على كوبايه لبن مثلج، فبحسه بيسيل عارفه ليه. اللبن بيكون متلج وبيسيل؟ يعني هو مش متلج قوي، يعني بحطه يعني شويه في الفريزر وبعدين بعمله، بس بيبقى سايل كده يعني. طيب الكريم شانتيه بيكون جاهز ولا انت جايباه من عند العطار مثلا؟ لا انا جايباه باكو. طيب جاهز يعني. حاضر. ايوه جاهز. حاضر. وحابه اشكر الاستاذه اللي هي ردت عليا على ادابها واخلاقها. استاذه نور. حاضر. حابه اشكر استاذه نور. انت رديتي على غرامي يا استاذه نور؟ تسلمي يا نور والله. طيب الكريم شانتيه احيانا بيكون في انواع جاهزه بتكون مش احسن حاجه، عشان كده انا سالتك بيكون سايب من عند العطار ولا بيكون جاهز. بفضل طبعا ان انت تغيري النوع اللي انت بتستخدميه ده، تجيبي نوع تاني كويس، او ان انت تشتريه من عند العطار بيبقى ممتاز. حاجه تانيه، هاتي الكريمه اللي بتكون خام من غير اي اضافات سكر. ليه بقى؟ لان احيانا في انواع بيكون متضاف لها حاجات علشان تكتر الكميه شويه، فهو ده اللي بيخلي ان الكريمه يكون قوامها مش متماسك. خلاص. طيب نعمل ايه بقى؟ نجيب اللبن. الله حلوه البتاعه دي، شايفين دي مثلا ظريفه ان احنا نحط فيها حاجات سايله،
ينفعش بس نحط فيه عصير طماطم. بصوا بقى، بصوا الدقيق مع الزبده اللون بدا يتغير ازاي. شميت خلاص ريحه الدقيق، بسم الله هنزل باللبن ونقلب اهو بالشكل ده. هقلب 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 كده. يا يارا اخيرا انا بموت 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 فيكي. كتر خير، انت خضتيني والله. خضيت، فاكراكي هتقولي حاجه. قولي لي قولي لي يا يارا، عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ انا كويسه، انت كويسه؟ انا بموت فيكي بجد. الله يخليكي والله، كلك ذوق والله. على فكره انت نسخه من مراد خالي جدا، يعني انتوا الاثنين توأم. يا شيخه. بتحبي مراد خالك؟ بموت فيها عشان شبهك طبعا. قلبي ربنا يخليها لك، ربنا يخليها. انا بس متصله عشان اسلم عليكي، عشان انا نفسي كتير قوي اكلمك بقالي كتير ومش بعرف اوصل. ده انت منوراني يا يارا والله بجد. نورتيني والله. ربنا كده يا رب يكرمك ويوفقك على الحاجات اللي بتعمليها الجميله لينا بنتعلم منها يا حبيبتي. شكرا. ويخليلك يا سيدي. امين يا رب. شكرا يا يارا، كلك ذوق والله، كلك ذوق. شكرا، نورتيني. بصوا الحاجة اللي هتضيف طعم تحفة، واسمعوا كلامي فيها، في الصوص الأبيض أو البشاميل. بصوا سناية، مش عايزة كل ده طبعا، ولا معلقة ولا نص معلقة كمان. بصوا بصوا طرف المعلقة بس. بصوا يا جماعة بقى الحركة التكاية دي هتدي للبشاميل طعم خطير خطير. هقلب هقلب لغاية ما يبدأ إن هو يتقل معايا شوية. بصوا الصوص الأحمر أهو بدأ يتقل معايا شوية، برضو حلو قوي. طيب لغايه ما ده يتقل الصوص الابيض، بصوا لي كمان بقى على الصوص الاحمر بتاع المكرونه، خطير حلو قوي 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 اهو. هعمل ايه بقى؟ هاخد السجق وهنزل بيه، هيكمل باقي سواه في الصوص ده. المفروض ان احنا بقى يا سلام لو نغطي عليه كده ياخد غلوه مع السجق، وبعد كده عندي المكرونه جاهزه هنحطها كده، ويبقى كده على فكره خلاص الاكله بتاعتنا خلاص، مش تاخد اي وقت. نوضب كده حاجتنا اهو، ونبص بصه على صوص البشاميل. مش عارفه بصراحه هي النار مفتوحه ولا لا، يعني انا مش مطمنه. طيب ممكن كده نرجع الطاسه دي كده هناك واقلب. طيب اعمل ايه؟ طيب ننقل دي كده هناك ممكن؟ ده هي اصلا مش سخنه تصدقوا، انا بمسكها عادي. لا ما هي شغاله والله. طيب هعمل ايه بقى؟ اجيب صينيه ونبص كده الحاجات بتاعتنا المسقعه لغايه ما الصوص يتقل معانا، بسم الله. فين هي؟ حلوه دي، شكرا. البدنجان طبعا انا عارفه ان هما في الكنترول بيضحكوا عليا وانا بقول بدنجان، انا عارفه والله من غير ما تقولوا لي. مقلي او مشوي براحتك، الاثنين هيدوا نفس النتيجه، بس طبعا المقلي بيكون تقيل قوي في الاكل. انا معاكم. هناخد بقى شرايح كده اهو. يا ندى ايه ازيك يا ندى؟ الحاجات الجميلة دي. الله يخليك يا ندى، ايه رأيك؟ بصراحة افكارك جميلة بصراحة. شكرا، كلك ذوق والله، كلك ذوق. وقمر النهاردة ما شاء الله. الله يخليك. قمر بيطلع الظهر كده. شفتي بقى انا. طبعا. الله يخليك يا ندى، انا بهزر معاكي والله. انتي عاملة ايه؟ كويسة؟ الحمد لله. عايزة طريقة يا شيف قلق للكبدة، كبدة الفراخ. حاضر، يا عملناها زمان قوي يا ندى، احنا ممكن نعملها تاني. حاضر، عينيا. طب ندى انتي عملتيها قبل كده؟ انا عملتها قبل كده، بس يعني اللي هي بتبقى زفره معاكي وكده. بتبقى ايه؟ طيب ماشي، بتبقى حلوه يعني؟ يعني ايه مشكلتك فيها؟ هي بتبقى حلوه بس انا عايزه طريقه مختلفه. حاضر حاضر، عملناها قبل كده كانت بدبس الرمان يا ندى، كانت حلوه قوي. احنا عايزين يا جماعه نجاوب على مين اللي سالت على العيش الفينو. ماشي، يا سلام، شكرا. هننزل بمقادير العيش الفينو. عيش الفينو ده ما اتكلمنا عليه كتير قوي، خصوصا في حلقه يوم الاثنين اللي فات، مشاكله كتير الفينو انا عارفه.
رغم ان احنا عملناه مع بعض هعمله معاكم تاني. الفيلو ده لو جينا بقى نركز فيه بصراحه هو عايز له اصلا حلقه لوحده، لان الفيلو مش قصه مقادير خالص، لا دقيق ولا الكلام ده ما يشغلنيش والله. انا يشغلني طريقه شغلك للعجينه نفسها. انا حاطه لك فيه زبادي وايه تاني وبيضه، كل الحاجات دي هتخلي العجينه بتاعتك حلوه، لكن انا بقول لك لو هتستخدمي للعجينه بتاعت الفينو دقيق وخميره وعجنتيها بميه بس عجنتيها كويس، ولو عندك العجينه الحلوه دي وما اتعجنتش صدقيني مش هتطلع معاكي حلوه. العيش الفينو يا جماعه حاضر بيتعجن كويس قوي، مش قصتي خالص قصه المقادير. فممكن تشوفي المقادير دي وضروري ان انت ترجعي للحلقه تشوفي طريقه العيش الفينو هتكون عامله ازاي. طب ايه رايكم بقى وهو الصوص كده بيتقل معايا اهو، والتسبيكه هناك اللي هي الصوص الاحمر برده بتتسبك معايا، يعتبر على فكره برده الاكله الثانيه بتاعتنا خلصت، هو ده خلاص مقلي. هنخلط كده الصوصين دول مع بعض، هنروح لفاصل صغير استنوني. رجعت لكم بعد الفاصل، تصدقوا بقى ان الصوص لسه ما تقلش والله العظيم. مش عارفه يعني البوتاجاز بس يعني ايه يحب يهزر معايا كده، لكن طبعا هو الصوص ما بيتقلش مش بيأخر كده ابدا يعني ابدا. طيب بصوا بقى، انا بصراحه في حاجه نسيت اعملها، ان انا بحب كده في اي صوص انا لازم ادوق بصراحه. عايزين معلقه يا جماعه، عايزه ادوق الصوص ده. طب عايزين بقى معلقه، حلو قوي والله جميل، بس محتاج سنايه كده من الملح، سنايه وسنه فلفل اسود اهو. فلفل اسود كده كل ما يكتر في السجق بيبقى حلو قوي. هعمل ايه بقى؟ شايفين المكرونه دي؟ جلافزات يا حبايبي. طب اعمل ايه يا ام نور؟ ازاي حضرتك استاذه علاء؟ ازيك يا ام نور؟ منوره الشاشه والله. الله يخليك يا ام نور والله. يعني بصي انت مبسطه لنا الدنيا صراحه حبيبتي. يعني ربنا يبارك لك. الله يخليكي، كلك ذوق والله. والله مبسطه لنا الدنيا بطريقتك السهله دي وابتسامتك الحلوه دي. الله يخليكي، كلك ذوق والله، كلك ذوق. هو ربنا يخليكي صراحه، اساسا يعني القناه من اولها لاخرها كده حاجه روعه. يا حبيبتي انت منورانا والله. ربنا يخليك يا رب ويعزك يا حبيبتي. منورانا. كنت عايزه اسال حضرتك في قرص، انا بعمل قرص في الفلاحي بعملها في البيت، يعني انا مخبوزات وعيش في البيت بخبزه يعني فلاحين وكده يعني. بس في قرص كده عيالي بيشوفوها في الفرن صغير قوي، بيبقوا عايزين ياكلوها، بس انا بحسها بسمنه بس ما فيش زيت ولا لبن ولا حاجه، يعني هي قرص صغيره قوي. حتى لما سالت صاحب الفرن قال لي دي قرص سمنه. قرص سمنه؟ طيب ما ادانيش تفاصيل عن كده. هقولها لك، حاضر هقولها لك يا ام نور. حاضر عيني. عايزه حاجه تاني؟ ربنا يخليك يا رب. نورتيني نورتيني. القرص بالسمنه دي بتتعجن بسمنه، بس الفرق ايه؟ ان انت تعمليها معامله البس شويه، ان انت كانك بتبسي العجينه كده زي الكحك بالظبط. يا سلام بقى لو تدفي السمنه شويه او تسخنيها وتحطيها على الدقيق تبسيها بايدك، يا خبر ابيض على القرص اللي انت هتعمليها، تطلع معاكي دايبه. او ان انت تعمليها معامله الزيت عادي، تخلطيها كده وهي بارده مع الدقيق وتعجنيها بميه، هي دي القرص بالسمنه، بس بيحطوا سمنه غير الزيت، مش زيت يعني، سمنه بس مش زيت خالص، وهتطلع معاكي هي القرص بالسمنه كده. طيب بصوا خلاص الصوص اهو بدا ان هو يتقل معايا خلاص. الصوص الابيض صوص البشاميل، في مكالمه جات لي امبارح، ودايما انتوا برضو بتقولوا لي على الحوار ده، الصوص اللي احنا بنعمله في البيت مش زي بتاع المطاعم او المحلات. مش زيه طبعا، عشان هم بيخلوه ناعم معانا. احنا في كتير قوي من الستات البيوت بيخلوا الصوص تقيل قوي في الاكل، فطبعا بيطلع الاكل بتطلع من الفرن بيبقى مش حلوه خالص، الصوص لما بيتقل بيبقى مش ظريف خالص في الاكل. انا هعمل ام هنا. خير. ازيك يا ام هنا؟ عامله ايه حبيبتي؟ انا الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله والله، انا مبسوطه ان انا كلمتك. ده انت منوراني والله. انت منوره الشاشه والله. الله يخليكي، الله يخليكي، كلك ذوق والله.
ربنا يخليكي، واشكر الانسه اللي كلمتني استاذه نور على احترامها وادبها. الله يخليكي، وانا بحبك جدا جدا حبيبه جداً. قلبي شكرا يا منانه، والله ده انت يعني ده شرف ليا والله. الله يصلح حالك ويخليك. الله يخليكي. قولي لي يا ام هان، عايزه تسالي في حاجه؟ تقولي حاجه؟ انا بصبح بس عليك يا حبيبتي وحسين. يا حبيبه قلبي شكرا يا ام هان، والله نورتيني. علي يا حبيبتي نورتيني، كلك ذوق. طيب بصوا بقى يا جماعه الصوص، ممكن كده تبصوا لي على قوام الصوص بعد اذنكم؟ ده احنا عايزين انا هروح افتح الفرن. بصوا لقوام الصوص كده لغايه ما اجي لكم، نخليه على اعلى حاجه اهو. طيب انا هعمل ايه بقى؟ هاخد الصوص الاحمر ده، بصوا بقى بصوا الحركه دي، هنزل بالصوص الاحمر على صوص البشاميل اهو. يا سلام. وبعد كده هعمل ايه؟ هنقلبهم كده مع بعض. بصوا بقى يتحول كده معاكم كده لبينك صوص اهو. هو ده كل الحكايه، موضوع بسيط قوي يعني. طيب هعمل ايه بقى؟ احط الصوص ده على شرايح البتنجان بتاعتي. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا. يا سهى ازاي حضرتك يا وجه القمر؟ اهلا اهلا يا سهى، وحشتيني وحشتيني وحشتيني، وانتي كمان وحشتيني وحشتيني وحشتيني. انا عايزه اقول لك ايه الجمال اللي عاشته والحاجات الحلوه اللي انت عاملاها دي. يا سلام، ده انتي اللي ذوق بس والله. والله العظيم والله العظيم ما بجدش يا شيف، انا حاسه زي العسل يعني. بصي ربنا هو اللي اختار لك المكان اللي حضرتك فيه ده، ربنا يختار لك الخير والصالح. يا حبيبتي شكرا يا سهى، والله كلك ذوق والله. اللي احنا بنقوله ده مش كتير عليك، ده بالعكس. الله يخليكي يا سهى، انت كلك ذوق والله. انت غاليه يا حبيبتي، شكرا شكرا يا سهى. والله العظيم يا شيخه احنا بنتعلم منك كتير. الله يخليكي، ربنا يخليكي يا حبيبتي. الله يخليكي يا سهى، والله كلك ذوق والله. ورقه مش عارفه اقول لك ايه، وتفطر وحاجتك عسل وتفطر والله. حبيبتي انت بس اللي ذوق والله وجميله. جربي بقى يا سهى الحاجات دي بقى وقولي لي رايك. حاضر يا شيخه، انا بس انا عاوزه اسال حضرتك سؤال. قولي لي. ممكن البشاميل نعمله بالنشا يعني، ابدل الدقيق بالنشا؟ لا الطعم هيبان شويه. انا يعني ببقى احب البشاميل في المكرونه، بالنسبه للمكرونه البشاميل بحبه ان النشا يكون ابيض لونه ابيض. لا ما هو خلاص غيري نوع الدقيق. هقول لك على حاجه، انت قصدك ان البشاميل بيبقى لونه مصفر شويه. ايوه الزبده هي اللي بتصفره، الزبده اللي بتصفره شويه. ايوه. حاجه تانية ان انت ما تحمريش الدقيق مع الدهون كتير علشان لونه ما يغمقش معاكي، فهو ده اللي بيغمق معانا الصوص فعلا شويه. ماشي يا سهى؟ سهى قفلت. شكرا يا سهى على مكالمتك الحلوه والله الرقيقه دي. بصوا بقى انا هدخل الصينيه بتاعتي الفرن، كل حاجه مستويه عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا ونقول لها باي باي. احنا عايزين كلافزات يا جماعه بعد اذنكم. طب لا احنا نبدا في وصفتنا الثالثه عشان نعجن كده ونشكل شويه في الفاصل. يلا استنى، في واحد هنا احنا ممكن طب نتعامل كده بايد بقى، نتعامل بايد، ايد واحده. طيب انا هعمل ايه؟ هجيب كده بوله كبيره. بصوا الوصفه دي بسيطه قوي على فكره. عباره عن ايه؟ عندك كيك بايت افرميه في الكبه، كيك طازه تمام، بس بفضل الكيك يكون بايت علشان يتفرم كويس. عباره عن ايه بقى؟ ستيكس الكيك شوكولاته، شوكولاته ايه؟ كيك شوكولاته او كيك فانيليا موجود عندك مش هتفرق. شوكولاته خام بيضه، شوكولاته خام دارك، قشطه وشويه لبن. يا نحتاج اللبن او ما نحتاجوش، ده على حسب هشوف الكيك ده هيلم معايا ولا لا. خلاص هاخد بقى الكيك ده اهو، هنزل كده بشويه، مش هنزل بكل الكميه، هشوف انا هحتاج كل الكميه ولا لا. قشطه علبتين، انا مستخدمه القشطه المعلبه، ينفع القشطه البلدي هتبقى تقيله قوي قوي وهيبقى الموضوع مش هيبقى ظريف قوي في الاكل، انا مش عايزه اسيب حاجه بصراحه اهو. فيفضل القشطه اللي هي قشطه الحلويات. هعمل ايه بقى؟ نعجن بايدينا لغايه ما تلم معايا اهو. يا سميه
هلا يا شيخ. ازيك يا سميه؟ الله يسلمك، عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. الله يسلمك، الحمد لله، انا بحبك قوي. وانا كمان يا سميه، كلك ذوق والله. قولي لي. انا اول مره اتواصل مع حضرتك على فكره، انا اتواصلت كتير بس ما خط ما كانش يعني. ده انت يعني منوراني والله، منوراني يا سميه. قولي لي يا سميه، عايزه تسالي في حاجه؟ عايزه طريقه عجينه الكريب لو سمحتي. عينيا الاثنين، حادق ولا حلو يا سميه؟ حاضر. حاضر، عينيا. عايزه حاجه تاني؟ حاضر يا سميه. عجينه الكريب بسيطه قوي، ما فيهاش اي حاجه، هي كل كوبايه دقيق معاها بيضه وكوبايه وربع من اللبن بس، وبنخلطهم في الخلاط، ويفضل علشان بس نبقى متاكدين كده ان الخليط ما فيهوش اي تكتلات، هنصفي الخليط بمصفى، وتبداي ان انت تشكلي في طاسه تكون سخنه. طيب بصوا بقى، انا عجنت العجينه كده اهي بتاعه الكيك، بصوا اتلمت معايا ازاي اهي. هعمل ايه؟ هوريكم واحده، هاخد شويه من مين؟ طب تعالوا هناك، اضحك عليا يا استاذ محمد. بصوا بقى كمان، يلا بصوا، هبدا كده ان انا اشكلها على شكل ستيكس، كانها كده زي الايس كريم. طيب انا بصوا بقى، انا هتعمل بايدي اهو، ظبطوا بقى بايديكوا بقى كده اهو، موضوع بسيط يعني. المفروض اهو، المفروض ان هي تتحط في التلاجة شوية زي الايس كريم. نعم. طب تعالوا نشوف مع بعض واحدة تاني، يلا مع مين؟ ده حضرتك. اهو. نعم يا شهد. يا شهد ازيك يا شهد؟ الحمد لله، انا كلمت حضرتك امبارح. الله، يا انت منوروني يا شهد والله. ما مال صوتك كده؟ لا ده مفيش. ايوه كده فوقي معايا كده، صح صح. طب ممكن تعديلي مقادير الكريب تاني؟ عينيا. حاضر. الحلقه جميله، تسلم يا حبيبتي. شكرا، كلك ذوق. الكريب بسيط قوي يا شهد يا جماعه، والله بسيط. هقول لكم على المقادير، وارجوكم ارجعوا شوفوا الحلقه. كوبايه لبن مع كوبايه وربع من اللبن، كوبايه دقيق، بيضه، نقطه من الخل، وممكن تضيفوا لو حادق هتعملوه هتحطوا نقطه من الفلفل الاسود، لو حلو هتضيفوا فانيليا. في ناس بتبقى عايزه تعمل عجينه للحلو والحادق فبتضيف فانيليا، ما تكتروش فانيليا قوي، علشان لو هنعمله حادق طعم الفانيليا هيبان ومش هيبقى احسن حاجه. بس كده هنضربه في الخلاط وهنشكله على طاسه تكون سخنه، ما نبالغش قوي في الزيت اللي احنا بنحطه في الطاسه. ليه بقى؟ لان احنا لما بنكتر كميه الزيت في الطاسه وبنيجي ننزل بالعجينه بتاعه الكريب، يفضل بقى يجري بقى في الطاسه بقى، مش هتعرفوا تتحكموا فيه وشكله بيبوظ من كده. بس خلاص الكريب بسيط قوي. احنا اعتقد ده نور، احنا عملنا قبل كده افكار كتير قوي من الكريب تقريبا، صح؟ احنا يا جماعه حلقات كتير قوي على فكره عملناها للكريب، كتيره قوي. احنا ممكن نروح لفاصل علشان انا ده مين ده؟ شيف وحيد. اهلا يا شيف وحيد، مكالمه كل خميس. الله، لا مداخله كل خميس اللي بيوديني بدايه فيها. منورنا يا شيف وحيد والله. والله اتفضل معانا، ايه رايك في المسقعه؟ الله يخليك، ماشي يا شيف وحيد، نورنا يا شيف وحيد والله في الحلقه. والله والله ماشي، نورتني يا شيف وحيد والله. طب نكمل في الفصل، علشان انا هحتاج ان احنا نرجع ان احنا ندوب الشوكولاته، لان هي اتدوبت مرتين ومن الجو رجعت ان هي تجمد معايا تاني. هنروح لفاصل صغير، استنوني. رجعت لكم بعد الفاصل. طيب انا عملت حاجه في الفاصل كده عشان كنت عايزه اسخن المكرونه بالسجق تاني، رجعتها على النار، ضفت لها شويه ميه
علشان بس ايه الصوص ان هو يرجع ان هو يفك كده معايا تاني. تعالوا كده بينا نشوف المسقعه في الفرن. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي نطلعها بقى. يلا بينا نطلعها. بسم الله. اوب. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. اوبا. تجنن تجنن تجنن. طبعا انا عاملاها معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتصاديه من غير لحمه. حابين تضيفوا لحمه متعصجه هي هي بنفس الخطوات بالظبط. طبعا عصجنا لحمه كتير قبل كده. طيب انا عملت كمان حاجه في الفاصل، كملت باقي تشكيل الستيكس بتاعتي، حطيتها في الفريزر فهروح اجيبها. يلا اوبا. دي يا جماعه تبقى حلوه قوي قوي لبواقي الكيكه على فكره، من الافكار الظريفه قوي اللي تنفع معانا لبواقي الكيك. استاذ حسين. السلام عليكم. اهلا يا استاذ حسين. ازاي حضرتك يا شيف علاء؟ ازيك يا استاذ حسين، عامل ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ مساء مساء الروائح الحلوه ومساء الفل يا سيف. يا سلام، شكرا يا استاذ حسين والله. الله يخليك. كلك ذوق والله، كلك ذوق والله. الله يخليك يا شيف علاء والله، وحضرتك منوره الحاله ومنوره باكلاتك الحلوه والجميله دي يا شيف. الله يخليك والله، كلك ذوق يا استاذ حسين. الله يخليك. بنسمع دايما ان مداخلات بيقول على الشيف علاء دي البونبونايه كده جميله. الله يخليك الله يخليك. بس انا بقول يعني لو الشمس غابت عننا يوم فالشيف علاء دي القمر بينورنا كل يوم. شكرا يا استاذ والله، يعني شكرا يا استاذ حسين، مش عارفه اقول لك ايه والله. الله يخليك او ما يفيد. تسلم يا ست. ده يعني بتكون من احلى المكالمات والله بجد. شكرا شكرا. على قلبنا كلنا على فكره. شكرا يا استاذ حسين والله، يعني منورنا والله بمكالماتك دايما الحلوه. كتر الف خيرك، كلك ذوق. طيب بصوا بقى، طبعا الشوكولاته لو هي في حاجه كده ايه غويطه شويه كان الموضوع معايا هيبقى احسن. ماشي تمام اهو كده. يلا بينا كده نحطها بقى على ورق الزبده. طبعا تتحط في التلاجه ليه؟ علشان بس تبقى سانده نفسها شويه. اهو نصفي بس كده، نصفيها كده من تحت واحطها على ورق زبده او تحطيها على راك براحتك. يلا كده بينا واحده تاني اهو كده كده كده، ونصفي ونحطها. عايز اعمل بقى واحده بالشوكولاته البيضة. يلا شوكولاته بيضة كده بشكلها على فكره احلى، علشان هي من جوه شوكولاته فما نيجي كده نقطمها. يا ابو ياسر. الو. ازيك يا ابو ياسر؟ انا عايز اكلم الشيخ. طيب انا مع حضرتك، انا مع حضرتك، سامعاك. اتفضل. انا سامع والله. احنا عايزين كده يعني، احنا من اسوان هنصب عليكم. اهلا. وانت وحشتونا بصراحه، وناس مصر كلها وحشتنا. اهلا اهلا اهلا. وناس جميع الشفات وحشنا والله. ده يعني حضرتك منورنا والله يا ابو ياسر. والله بصراحه يعني اتفضل. بصراحه انتوا بتعملوا حاجات بصراحه يعني تخلي الواحد اللي ما ياكلش ياكل بصراحه. والله كلك ذوق يا ابو ياسر والله، كلك ذوق كلك ذوق. لو سمحت احنا عايزين التتبيله بتاعه السمك، الفرق بين عندنا وعندكم. تتبيله السمك الايه يا ابو ياسر؟ الفرق احنا بنحط شطه وكمون وكزبره وتوم وفلفل. ها. في السمك المقلي. اه انت يعني بتحط ايه يعني؟ حاضر هقول لحضرتك. عينيا. حاضر. نورتني يا ابو ياسر والله. اسوان يا سلام، من الاماكن اللي نفسي اروحها قوي على فكره. السمك المقلي احنا بنعمل نفس التتبيله. السمك المقلي من الحاجات اللي مش بيحتاج حوارات كتير، توم وفلفل اخضر، ويا سلام لو سنه فلفل حار، ليمون كتير وخل وملح وفلفل وكمون وكزبره وشكرا. بنحشي كده بطن السمكه وبنحط كل سمكه كده في دقيق ونقليه وخلاص على كده، بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه. طيب اهو بصوا بقى كده كده كده. نحطها فين؟ طب استنى احنا بقى ممكن نعمل حاجه كده علشان نفضي كده شويه. بصوا بقى بصوا بصوا كده 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 كده، حركه بتبقى شكلها حلو اهو بالشكل ده. وتعالوا كده على الشوكولاته البيضة. آه سوري، الشوكولاته بقى البني دي. الله اهو
كده يا سلام على الحلاوه. خطوط برضو بيضة هنا برضو هتبان برضو اهو. بس بقى علشان تلحق ان هي تمسك نفسها شويه علشان عشان مش اتحمست، بس بتحمس انا مره واحده كده. يلا بصوا ليه بقى انا قلت لكم حطوها في الثلاجه، علشان بس لما تيجوا تشكلوها كده تبقى الكيك ساند نفسه شويه. فين؟ تعالوا. نعم اهو بصوا حطوها هنا كده اهو. عيني عيني استنوا بقى ما تلخبطونيش. ايه ده؟ لا انا بكلم بجد والله. ايه ده فعلا؟ يلا هصفيها. شايفين يا جماعه بقى الفكره دي حلوه ازاي للاطفال؟ يعني بنستغل اهو اي كيك عندنا. اقول لكم على فكره بقى، هتقولوا لي بقى لا ما القشطه بقى وبتاع وما قشطاش والكلام ده، يعني لو هتستغلوها اقول لكم على فكره خطيره بقى. لبن، اسمعوا مني بس، استغنوا عن القشطه خالص، اعجنوا الكيك بلبن. اه طبعا القشطه هتدي معايا اكيد طعم غني اكيد، لكن بتبقى اقل تكلفه بصراحه. دي لسه بقى، بس معلش انا مستعجله بقى، معلش احنا اسفين. بقى كده شكرا شكرا وافتخر. لا انا خليها شويه، انا بس بحاول. طبعا انتوا بعد ما تخلصوا الخطوه دي لازم تتحط في الثلاجه. نسيبها نسيبها شويه. بصوا نعم حاضر ثانيه واحده. النهارده الخميس يا جماعه بقى، فيعني راحتنا بقى. بصوا على فكره خلاص الوصفه خلصت، خلوني كده اخد المكرونه بالسجق دي تقيله قوي ليه كده، اوبا وانزل بيها كده بسم الله. بس كده اكله سريعه وسهله. ممكن نحط عليها جبنه بس طبعا الجبنه مش هتسيح بقى، فايه ناخد بقى شويه بقدونس كده، مش عايزه افرمه بصراحه، انا بس عايزه حاجه كده تكسر اللون شويه اهو. نعم ثانيه حاضر نحطها هناك كده. حلقتنا تمام كده، حلقتنا كده خلصت النهارده. عملنا مع بعض مسقعه بالبينك صوص، وعملنا مكرونه بالسجق سهله وسريعه، خدتش معانا اي وقت خالص. يعني احنا بصوا انا عملت التلاته معاكم، مفيش حاجه مثلا كنت مجهزاها قبل الهوا ولا حاجه، حاجات سهله وبسيطه قوي. النهارده كده اخر الاسبوع، فكنت حابه ان انا اعمل معاكم حلقه خفيفه. عملنا كمان ستيكس الايس كريم ظريفه قوي يا جماعه على فكره، جربوها فعلا هتعجبكم قوي. حاضر خلاص حلقتنا خلصت النهارده. طب ما نرصش. طيب يا استاذه ياسمين خلاص بس عشان طيب خلاص النهارده حلقتنا خلصت، هتوحشوني لغايه يوم السبت. النهارده يوم السبت ان شاء الله هنبقى مع بعض، حلقه بقى لايقه قوي مع يوم السبت. فكروا بقى لغايه ان شاء الله ما اشوفكم يوم السبت، هتوحشوني قوي على فكره. باي باي. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.